السلام عليكم، رمضان كريم. وحشتوني جدا، عارفه اني اتاخرت عليكم بس اديني رجعت لكم سلسله رمضان. فيديوهات جديده ان شاء الله 30 فيديو، وان شاء الله تكون فيديوهات قصيره وتفيدكم. فيديو النهارده زي ما انتوا قريتوا كده، 9 كيلو في 30 يوم، ازاي تقدري تخسري وزن في رمضان بطريقه صحيه ومن غير ما تعملي دايت قاسي ومن غير ما تعملي مجهود زايد عن العادي. لازم تعملي لستة بالحاجات اللي لازم تعمليها في رمضان. شوربة خضار، طبق سلطة، الأكل في طبق صغير، وتبعدي عن السكريات وتشربي مية، وكمان تلعبي رياضة. الرياضة اللي أنا هوصفها لك هتكون سهلة جدا ومش هتكون متعبة عليكي. طبق الخضار لازم يكون قد طبق الشوربة بالظبط، طبق الشوربة يكون نصه شوربة ونص تاني خضار، عشان تقدري تاخدي كل العناصر والفيتامينز اللي موجودة في الخضار. وطبق السلطة لازم يكون ملون، يعني فيه كل أنواع الخضار اللي تقدري توفريها. بعد كده هتجيبي طبق صغير وتحطي فيه حاجة من كل حاجة موجودة على السفرة، وبكده هتبقي كلتي وشبعتي وبطنك تتملي. تاني حاجة انك تشربي مية كتير. طبعا المفروض انك تشربي من 6 ل 8 كوبايات مية، ده في الايام العادية، بس احنا دلوقتي في صيام وكمان في حر، فلازم تشربي تقريبا حوالي 10 كوبايات مية. والحل هقولهولك في حلقات جاية، ابليكيشن موجود على الموبايل هيسهلك الموضوع ده جدا. الرياضة، الرياضة شيء مهم جدا، عشان تعرفي تعملي رياضة في رمضان من غير ما تبقي مرهقة، من غير ما تبقي حاسة ان انت بتيجي على نفسك بزيادة، هتلعبي رياضة مرتين في اليوم، والمرتين هيكونوا بعاد جدا عن بعض، والرياضة مش هتكون قاسية. عندك مثلا رياضة بعد السحور على طول، يعني تقريبا الساعة 12 للساعة 1، ما تحاوليش تبقى بعد كده عشان هتحس انك عطشانة وهتبقي محتاجة تشربي مية. اما الرياضة التانية هتكون يا اما قبل الفطار مباشرة، يعني قبل الفطار بالظبط بنص ساعة او ساعة، يا اما بعد الفطار بساعتين، من ساعتين لثلاث ساعات. متابعيني في الفيديوهات اللي جاية هعرفك على ابليكيشنز وعلى مواقع